نقول ازاي نعمل اللبن الرايب ده، مش محتاجين له بصراحه ما فيهوش مقادير. اللبن الرايب ازاي نعمل لبن رايب؟ اولا لازم يكون عندي لبن دسم جدا، يعني لبن من اللبان. نختار لبان كويس نكون واثقين فيه، هنجيب منه الكميه طبعا اللي احنا عايزينها. شوفي انت حابه تعملي قد ايه. تعالوا بينا بقى نجيب ايه، نجيب طاجن، طاجن فخار. لو ما عنديش طاجن فخار مفيش مشكله، اي حله هتقضي الغرض. تمام، وهعمل ايه؟ البوتاجاز بتاعي شغال او الفرن اللي يريحك مفيش مشكله والاسهل لك. هحط الطاجن بالشكل ده على البوتاجاز، انا عايزه ادفيه بس مش يبقى سخن قوي، لا يبقى دافي، لانه لو سخن قوي قوي هنحط اللبن فيه اللبن هيفصل فيه. تمام، يبقى احنا عايزين بس مجرد ان احنا ندفي الطاجن سواء في الفرن او على البوتاجاز. تمام، وزي ما اتفقنا معانا حليب كامل الدسم، معانا حليب نوعية كويسة مش اللي في العلب. تمام، يبقى في البداية بنسخن الطاجن بتاعنا كويس قوي. خلاص ابتديت احس خلاص ان الطاجن بتاعنا دفي، بدأت حرارته يعني تعدي من جوه لبره، فكده احنا تمام جدا. خلاص يا دوبك هي مش اكتر من دقيقة على النار ونشيله، بقى دافي وجميل اهو. هاخد الحليب كامل الدسم اللي جايبينه من لبان وهبدا ان انا احطه في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل كمان الحليب يكون طازه. تمام، اولا هو ما اتغلاش. دي معلومه مهمه عشان اتسالت فيها كتير قوي. تمام، ادي الحليب، اهم حاجه الحليب يكون طازه مش مغلي ولا مجمد مثلا في الفريزر. تمام، يبقى الحليب جاي طازه مش مغلي كده هو. طيب حد يقول لي طب ما هو ممكن كده يكون فيه بكتيريا ومش صحي؟ لا خالص خالص، التخمير اللي هيحصل له ده بيبقى بيكون بكتيريا نافعه جدا، يعني بنقول ايه، ما بيبقاش فيه اي حاجه ضاره، اي حاجه موجوده فيه خلاص بتتلاشى. تمام، فعمليه التخمير دي هي اللي هتعوض معانا عمليه الغلي. تمام، فهو مش مغلي لانه لو اتغلى مش هنعرف نعمل اللي احنا بنعمله ده خالص. يبقى لازم حليب طازه مش مغلي، هنحطه في طاجن يكون دافي بالشكل ده. هعمل فيه ايه دلوقتي؟ عندنا حلين، لو احنا في الصيف ودرجة الحرارة عالية هغطيه واحطه مثلا في رف او في مكان انا مش عايزة حد يقرب له ولا يهزه، احطه في مكان 24 ساعة هتلاقيه خلاص معاكي زي الفل. طيب احنا في الشتاء ممكن يقعد في الجو او درجة الحرارة العادية دي يومين على بال ما يتخسر او على بال ما يختم زي ما بنقول. طيب عايزة أعجل الموضوع ده في الشتاء، يبقى بنشغل الفرن دقيقتين ثلاثة، الفرن بس يبقى دافي، وادخل الطاجن واحاول ان انا ما هزهوش وما خرجهوش خالص غير بعديها ب 24 ساعة. تمام، يبقى لبن كامل الدسم من اللبان مش مغلي، هنحطه في طاجن دافي، هنحطه في مكان دافي كأننا بنخمر عجينة في مكان دافي ونغطيه ونسيبه ما نحركهوش، الحركة بتخليه يفصل من بعضه. خلاص خلصنا، المفروض بقى ان احنا نغطي ونحطه في مكان، احنا هنخليه جنبنا بقى لغاية ما نخلص وبعد كده نبدأ نشيله كده. دي اول خطوة. بعد 24 ساعة في مكان دافي بقى معايا الشكل ده، هنا الكاميرا هتجيبه لنا بقى، شايفين الشكل عامل ازاي؟ اللبن مختوم زي ما بنقول، بصوا ما بقاش سايل، بقى قطعة واحدة، ده اللبن الرايب. الله عليه بقى، وعلى وشه كل مكان الحليب معانا نوعية كويسة ودسمة هتلاقوا مكون قشطة على الوش هايلة جدا. هنا لينا اختيارين، اولا القشطة اللي على الوش دي القشطة الفلاحي اللي هي مش وش اللبن المغلي، لا القشطة الفلاحي اللي بيبقى فيها نسبة حموضة شوية او فيها طعم لازع سنة بس طعمها بيبقى هايل جدا، هي دي القشطة اللي بناخدها من على وش الطاجن. عندي اختيارين، ان انا اخلي القشطة مع اللبن الرايب واعملهم كلهم جبنه قريش تبقى جبنه بخيرها، او ان انا انزع القشطه لو عايزه اخلي الجبنه القريش لايت وما فيهاش اي دهون. تمام، تعالوا بينا نشيل من الطاجن ده الوش بتاعه. مش قادره اقول لكم ريحه القشطه عامله ازاي، جباره القشطه الفلاحي بقى بتاعت زمان دي. طبعا الوصفه دي واخداها من ماما، فحاجه كده يعني ايه، خيال، قشطه في منتهى الجمال. طبعا كل مكان اللبن جاي من مكان كويس وكم الدسم فيه عالي كل ما كانت القشطه اللي هتطلع معاكي هايله جدا. هنبص بقى على الطاجن تاني وهنلاقي ان تحتيه، يعني احنا شلنا القشطه هي فاصله لوحدها خالص، هتلاقي بصي اللبن تحت متجمد. هنعمل فيه ايه؟ تعالوا نجيب بقى شاشه
في البلد بقى بيعملوه بحاجه اسمها الحصيره. الحصيره دي بتبقى عباره عن ايه؟ زي خوص كده ومعمول جنب بعضه جنب بعضه زي النول كده، فييجوا يعملوا فيها الجبنه، فتلاقي الجبنه القريش دايما بتحسيها مخططه، ده بسبب الحصيره. والله كان عندي واحده في البيت بس ما قدرتش ان انا ادور عليها. هنجيب ايه؟ نجيب المصفه ونجيب طبق غويط. خدنا الطاجن بعد ما ختم زي ما بنقول، او خلاص بقى كله كتله واحده. اخدنا القشطه من على الوش، ده لو عايزه اعمل جبنه قريش لايت ومحتاجه ان انا استعمل القشطه في اي حاجه، تمام. ويلا بينا نفضي بقى. بصوا هي كتله واحده على بعضها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت معانا. ده اللبن او الطاجن اللبن الرايب. هنا طبعا المواد الصلبه لسه فيها سوائل كتير، عشان كده هنحطها في شاشه وهنضغط عليها علشان ننزل كل السوائل اللي موجودة في الجبنة بتاعتنا، علشان ناخد جبنة طبيعية بقى مش رايب بس، تمام. بالشكل ده هقفل، وعشان اضغط عليها واخليها تنزل المية او الشرش اللي نزل منها ده على طول، هنعمل ايه؟ هبدأ ان انا اجيب كيس تلاجة حط عليها تقل، اي تقل. انا بفضل بقى ان انا املى كيس من بتوع التلاجة مية واحطه فوقيها، ده هيبقى راكز عليها على طول. بصوا معايا كده هتلاقوا، بصوا هيبدأ الشرش ينزل، تمام، تحت كده. ونسيبها يعني من بالليل للصبح علشان تبدأ ان هي ايه؟ تنزل كل السوائل اللي موجودة فيها وتجمد. وبعد كده انتي وراحتك، عايزه تحط لها شويه ملح صغيرين برضو، الملح ده يرجع لك انتي. في ناس بتحب الجبنه القريش من غير ملح خالص، في ناس بتحب ملح اكتر، براحتك بقى. بعد ما تخلص خالص وتتصفى بنرش عليها رشه ملح بقى كده، ونسيبها في علبه في التلاجه. نحفظها ازاي؟ علشان تقعد معايا فتره طويله في التلاجه. بعد ما تجمد تماما خالص ونبدا نقطعها بالشكل ده اهو، دول اللي احنا عاملينهم بقى ومجهزينهم معانا. طبعا هنا القوام مختلف تماما. بعد ما بنحط الرايب بتاعنا او الطاجن بتاعنا في شاشه وبنحطه في مصفى علشان يصفي الميه الزياده والشرش بتاعه، اهو زي ما انتم شايفين شغال وعمال ينزل. حاطين عليه التقل اللي هو كيس تلاجه مليان ميه، تمام، عشان يضغط كده على الجبنه ينزل كل السوائل اللي فيها. لما تعمليها كده بالليل الصبح هتلاقي الجبنه بقت معاكي بالشكل ده، باينه معانا زي الفل اهي. هي دلوقتي من غير ملح. طيب نعمل فيها ايه بقى؟ هنرش عليها ملح، ده على حسب الرغبة، تمام، كل واحد على حسب بيحب الحاجة ملحها قد ايه، تمام. هنديها رشة ملح كده ونغطيها برضو ونسيبها في التلاجة يوم، الملح بيجمدها اكتر. وعايزين بقى نحفظها في التلاجة وتقعد معانا مدة، نعمل ايه بقى علشان كمان طعمها يبقى حلو قوي؟ هنجيب كيلو حليب نغليه كويس قوي على النار، ونحط فيه معلقتين من الملح وندوبه كويس قوي ونسيبه يبرد تماما. يبقى كيلو حليب هنغليه كويس، نحط عليه معلقتين ملح ونقلبهم كويس، وارص فيه بقى قطع الجبنه بتاعتنا بعد ما اتظبطت كده، وارصه فيها في علبه واغطيها واحطها في الثلاجه، وابتدي اخد منها كل يوم، حلوه قوي قوي. شايفين بقى الجبنه بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ لو في اي سؤال خلال الحلقه يلا اسالونا فيه، الحاجه طالعه تحفه اهي. عايزين برضو نبص على اللي احنا لسه عاملينها على الهوا، دي اللي كانت طاجن، تمام، وفضيناه هنا. هبص عليها بصه ونرجع تاني نغطيها، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاحظوا ان بدات تتماسك اهي، ما شاء الله، مش عارفه باينه معايا كده ولا ايه، او بصوا طبعا هي لسه فيها سوائل، باينه كده، تمام، اهي باينه اهي، بدات تتماسك شوية. كل ما هتفضي السوائل اللي جواها تنزل منها، كل ما هتجمد وتنشف وتبقى زي اللي قدامكم بالظبط كده. هنغطي تاني ونسيبها تصفي كل السوائل، ملاحظين شرش تحت عمال يزيد اهو، تمام. على فكرة المية اللي نازلة دي او الشرش اللي نازل منها ده نقدر نعجن بيه معجنات والدنيا تبقى معانا زي الفل، وبتدي طعم حلو جدا جدا. قرص بقى طرية، قرقيش بالعجوة، كله شغال، تمام. مش ممكن نضيفه للمش بتاعنا، يخليه المش حلو قوي. يعني لو عندك مش تقدري تزوديه من الشرش اللي نازل من الجبنة ده، بس اهم حاجة ان احنا لازم ندوب فيه ملح. ما ينفعش اي حاجة نحطها في المش طالما عندي مش ان انا احط
اي اضافه من غير ما اضيف ملح. اي حاجه هتنزل المش بتقلل من نسبه الملوحه اللي موجوده فيه، بالتالي ممكن تبوظه. لازم نبقى دايما محافظين على انه يبقى على معدل واحد، فاي كوبايه لبن هضيفها لازم ادوب فيها معلقه ملح. اي كوبايه من ده مثلا هضيفها، كل كوبايه حطي معلقه كبيره ملح دوبيها وحطيها مع المش. كل دي معلومات نخلي بالنا منها، ممكن تكون صغننه بس بتفرق معانا كتير قوي. ايه رايكم بقى نعمل المش؟ نقول مقاديره وبعدين نشوف هنعمل فيه ايه. المش النهارده معانا ليه ايه؟ ربع كيلو من المرتة. المرتة دي اللي بناخدها عن طريق ايه؟ ان احنا نسيح الزبده نحولها لسمنه ويفضل معانا مرتة. مش موجوده برده، بتلاقيها عند العطار عند اللبان اسفه، فهي متوفره يعني برده وفي السوبر ماركت على فكره. عندنا 2 فلفل احمر مفروم، عندنا معلقه كبيره من الحلبه، معلقه كبيره من الترمس البلدي. واحنا بنشرح بقى واحنا بنقول هنعمل ايه، نقول كل ده فايدته ايه. 2 لتر حليب مغلي، لازم يكون مغلي تمام، يتغلي ويساب يبرد يبقى دافي كده عشان نستخدمه. عندنا معلقتين كبار من الشطه، معلقه كبيره من البابريكا، كوبايه ملح، قشر يستفان دي ده حسب الرغبه، مغسول ومتنشف كويس. عندنا نص كيلو فلفل احمر واخضر متقطعين شرايح. ويلا بينا بقى نشتغل. انا النهارده لقيت المرته اللي جايالي لونها فاتح، يعني لونها ابيض مبيضه، فكده مش هتنفع معايا. ليه؟ انا محتاجه ان هي تاخد اللون البني علشان تخلي لون المش كده حلو زي اللي احنا بنشوفه. هي دلوقتي لونها فاتح، هعمل ايه؟ اخدها واحطها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هنحطها على النار، عايزينها بقى ايه تلون معانا وتغمق علشان نقدر ان احنا نستخدمها. تمام، هسيبها على النار تتحمر وتتحمص كويس قوي. تعرفوا كمان ان القشطه اللي طالعه معانا من الرايب ده لو جمعناها هنقدر نعمل منها الزبده، يعني احنا ممكن نفتح خط انتاج كده من كيلو الحليب لغايه ما نحوله لسمنه معانا، وناخد منه كمان الجبنه القريش، منتجات كتيره من الالبان، الخير الفلاحي زي ما بنقول، الحاجات دي كلنا مفتقدينها. متخيله لو عملتي القريش في البيت هيبقى طعمه ايه؟ متخيله مدى النظافه والجوده والطعم بقى، وكفايه الفرحه بقى، ويا سلام لو خبزنا جنبه العيش بايدينا، حاجه كده نرجع لايام زمان بقى واجدادنا وامهاتنا. طيب زي ما اتفقنا اللبن معانا لبن دافي، مغلي ودافي، على عكس طبعا ما عملنا الطاجن خالص، قلنا محتاجين اللبن يكون مش مغلي. هناخد الحليب بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهفضيه في حاجه كده واسعه، طبق كبير علشان اقدر اتحكم بقى فيه واقلب براحتي. اهم حاجه انه مغلي ودافي. وهبدا احط كوبايه من الملح. بسم الله، عندي شطه، بابريكا، حلبه مطحونه، ولازمه الحلبه المطحونه ايه؟ شطه بقى. الحلبه المطحونه هي والترمس بيحافظوا على المش، الشطه دخلت مناخيري، بيحافظوا على المش ان هو ما يجيلوش اي حاجه غير مرغوب فيها، يعني لا نلاقي فيها سوسه ولا اي حاجه كده ولا كده، هيحافظ لنا عليه لاطول فتره ممكنه نضيف وزي الفل. فضروري جدا نحط الترمس، والترمس ده ترمس بلدي يعني مر. تمام، مش الترمس الافرنجي، احنا واخدينه علشان هو فيه مراره، والمراره دي بتمنع اي حاجه ان هي تيجي في المش بتاعنا. هنحط الترمس، ومعانا فلفل احمر مطحون كمان مفروم. تمام، تعالوا نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. موضوع الجبنه يطول شرحه، بس انا بصراحه انا جبت لكم الطريقه بتاعت ايه؟ بتاعت جدتي اللي هي كانت بتتعمل في البيت الفلاحي بقى، اللي هو الخير الفلاحي زي ما بنقول. لا بقى معامل يبقوا عايزين ياخدوا كل الخير اللي في اللبن علشان يستفيدوا بيه بحاجات تانيه، لا احنا عاملينها زي ما قلنا كده بخيرها تماما، فهتاكلي جبنه قريش عمرك ما اكلتيها قبل كده. تمام؟ وموضوع ان احنا نحفظ الجبنه القريش في الميه المغليه فعلا مظبوط جدا جدا، بس انا قلت نحط في اللبن اولا
قيمه غذائيه، ثانيا اللبن اللي هنبقى حاطين فيه الجبنه القريش ده احنا عملنا مش اهو، هنزود بيه المش ويبقى عندنا على طول. تمام، يبقى عندك فعلا حلين، عندك الجبن، عندك اللبن انك انت تغليه وتزودي له ملح وتحطي فيه الجبنه، او ميه عاديه من الحنفيه برده لازم تغليها عشان تتعقم وتحطي لها برده معلقتين ملح وتحطي فيها الجبنه بتاعتك. تمام، المرتة عندنا بدأت تغلي، حاطة المرتة على النار عمالة تغلي، كل ما قعدت على النار أكتر كل ما لونها لون معانا أكتر، إحنا محتاجين إن إحنا ناخد منها لون أغمق شوية. طيب نطلع فاصل على بال ما هي، بصوا لو هتلاحظوا معايا إن هي غمقت شوية عن ما كنا حاطينها، هنسيبها شوية كمان وبعدين نرجع نحطها على بقية المكونات ونشوف هنعمل. يلا بينا نكمل المش بتاعنا، انا هكتفي بكده يعني، انتوا في البيت حاولوا تغمقوها اكتر من كده عشان بس الوقت، عشان معانا لسه وصفه كمان. تمام، بصوا اللون، اللون ابتدى يغمق اهو، كل ما هتسيبيها على النار هتغمق، احنا عايزين ناخد اللون اللي هو البني الفاتح شويه. تمام، كل ده هيديكي لون للمش، وطبعا المرته هتدي طعم حكايه للمش. يلا بينا بقى نفضيها على اللبن اللي احنا حاطين عليه كل المكونات بتاعتنا والملح، ونقلب كله مع بعضه شوية مش بقى زي الفل. شكل المش عامل ازاي، جبار ولا ريحته بقى؟ طيب نبدأ بقى نتعامل معاه ازاي. احنا عملنا المش طبعا عايزين نحط فيه جبنة من القريش اللي احنا عاملينها، ما اقدرش احط الجبنة القريش وهي طرية قوي، هتعمل ايه؟ هتبتدي تتحط في المش وتتفتت فيه ومش هنلاقيها. طيب نتصرف ازاي؟ هنجيب الجبنه القريش بتاعتنا، انا هكفي على كده عشان ايه لما اجي احط جبنه الاقي مكان ان انا احط فيها الجبنه القريش بتاعتنا دي، هنغرقها ملح. تمام، ونسيبها على مصفى، هي خلاص هي كده جامده اهي معانا وزي الفل، لا بس محتاجه ان احنا نرشها ملح كتير ونحطها في مصفى، هتلاقيها برده نزلت ميه تاني ومسكت نفسها ونشفت كده. ابدا ان انا احطها في المش ده واقفل عليها واسيبهم بقى اسبوعين ثلاثه، وابدا ان انا اكل من الجبنه واكل من المش، حاجه بقى ايه جباره. هنا بقى معانا حاجتين ليكي فيهم مطلق الحريه انك انت تضيفيهم او لا، احنا خلاص حطينا هنا شطه والدنيا تمام والملح وكل حاجه، بس في حاجات بتدي طعم حلو او هي نفسها بيبقى طعمها حلو قوي لما تحط في المش، زي مثلا الفلفل، حط ترانشات فلفل مغسول، اهم حاجه انه بعد ما يتغسل نشفيه كويس. تمام، وقطعيه وبعدين ضيفيه للمش بتاعك. عندنا كمان قشر يوسفي، واحنا اليومين دول عندنا موسم اليوسفي وبناكل اليومين دول يوسفي كتير، فتقدري برضو انك انت تغسلي القشر كويس قوي وتنشفيه وبرضو تحطيه، بيدي طعم رهيب جدا للمش ده. طبعا زي ما قلنا ده اختياري ليكي زي ما تحبي، وبقى طعمه حلو قوي في الاكل، انا بحبه جدا جدا. تمام كده المش بتاعنا، ننزل ده المش بتاعنا بقى فلة زي الفل، ناقص بس يتحط له الجبنه القريش وبعدين نسيبه نقفله كده اسبوعين ثلاثه ونبدا ناكل منه، انا ريقي جري. يلا نطلع المش ده بتاعنا قدام، حطه ايه هنا كويس، ولا احلى من كده. ايه رايكم؟ وصفات سهله وبسيطه نعملها في البيت واحنا واقفين، مش تاخد مننا حاجه، وفي نفس الوقت بتبقى عندنا يعني زي المش والجبنه اللي بتتخزن فيه دي، حاجات ممكن تقعد معانا فتره طويله ولما نحتاجها نلاقيها. تمام، وحاجات برضو تعد اقتصادية، مكانش زمان في بيت يخلى من الحاجات دي، كلها كانت دايما خير موجود دايما دايما في البيت. نحاول كده نستعيد كده أمجادنا شوية.